قال لك الدكتور؟ الدكتور يقول حالتها وايد تعبانة وتحتاج تقعد بالمستشفى. ليش؟ خير ايش فيها؟ ما فيها الا العافية ان شاء الله، بس بيسوي لها شوية فحوصات، والفحوصات هاي تاخذ وقت. الله يقومها بالسلامة ان شاء الله. آمين إن شاء الله. إحنا لازم نخليها ترتاح الحين، لأن بودونها الجناح بعد شوي. فيصل أنا وايد خايفة على أمي. ما في إلا العافية إن شاء الله. يلا أمشي برا ونخليها ترتاح. لا ما أبي، أنا بقعد هني وياها. أبرار ما يصير، أمشي برا خلنا ننطرها مثل ما قال الدكتور، خليها ترتاح. يلا أمشي. ايش فيها امي؟ مشاري امي تعبانه شوي. ادري تعبانه، يعني ما سالت ايش فيها؟ قال انها تعبانه ولازم ترتاح، بيقعدونها بالمستشفى. كان سالت الدكتور ايش فيها؟ ليش بينومونها هني؟ مشاري سالته ما قال لي شيء، قال انها تعبانه بس. تريح شوي ان شاء الله ما في الا العافيه. وترى بيدخلونها غرفه خاصه. متى؟ بعد شوي. اخاف فيها شيء شايد وخاشين علي. لا ان شاء الله ما فيها الا العافيه. الدكتور قال لازم ترتاح شوي. هي وينها في الحين؟ اول غرفه على اليمين. انا بقعد وياكم هني. الله يخليك، ما بيرد البيت، هذه امي وما عندي غيرها. ابرار ما لها داعي، امي ما فيها الا العافيه. اي بس انا ما بيرجع، بقعد هني. خلاص راح تقعدي. الو، هلا اروى. لا امي الحمد لله ما فيها شيء، بس الحين نايمه. لا بس بيسوي لها فحوصات. قلت لك ما فيها شيء، خلاص لا تحاتي ان شاء الله، بس يصير اي شيء اقول لك. يلا مع السلامه. هذه اروى قاعدة بالبيت بروح، دقت علي تطمن على امي. خلاص ادري شلون، انا بروح البيت بنام لي ساعتين، بنفس الوقت اطمن اروى شوي، وبعدين نيجي. خلاص ماشي، يلا مع السلامة. انت من صدقك؟ هذا مال زواج هذا؟ يا معودة. ابراهيم قايل انه هو يبي يتزوجني. عشته وهذا يعرف يا توعود. اقول خلي عنك الكلام الفاضي. شو الوعد اللي صار له سنين؟ لو بيتنفذ تنفذ من زمان، وانت بعد بنص عقل. لو بيتزوجك تزوجك من زمان. انا اعرف ابراهيم، هو اصلا ما يكذب، هو دائما يقول الصدق. وليش الحين ما تزوجك؟ لأنه هو قاعد يداري أهله وبيته وإخوانه وخواته. يداري أهله؟ خلي يداري نفسه بالأول بعدين يداري أهله. أصلاً إبراهيم ما يكذب علي، هو دائماً يقول لي الصدق. أقول هذا لو يبيك حبيبتي كان تزوجك من زمان. وهي الصادقة، لو يبيك كان كمل نص دينه. أقول ترى باكر بتحسفين وبتقولين يا ريتني سمعت كلام نوف حبيبتي. صدقيني. فيصل امي ايش فيها؟ ايش صار عليها؟ ما فيها شيء. فيصل امانه امي ايش فيها؟ لا تخش علي. ما قاعد اخش عليك، ايش فيك؟ بيسوي لها شويه فحوصات. زين وين امي؟ ما اشوفها معاك، ليش ما رديت البيت؟ امي راح تنام بالمستشفى اليوم. شنو؟ بينومونها بالمستشفى؟ امي اكيد فيها شيء، فيصل قولي امي ايش فيها؟ يا اروى قلنا لك ما فيها شيء، ان شاء الله يسوي لها شويه فحوصات وترجع البيت وما فيها الا العافيه. المهم انا دايخ تعبان، بروح اريح.
صار مالي شغل، ابي اروح المستشفى حق امي. والحين سمعت الحين الحين اروى انا برتاح تعبان. ايه الحين ما اقدر انطر اكثر، ابي اروح حق امي المستشفى. انا توني راد من المستشفى الحين، شي يردني؟ خليني انام والمغربيه اروح انا وياك. قاعد اقول لك ما اقدر انطر، ابي اروح المستشفى حق امي الحين، ابي اشوفها فيصل تكفى. يا اروى يا اروى خليني انام، مو ناقص حنة على راسي. فيصل ولي سلمك ودني المستشفى، ابي اروح حق امي، ابي اشوفها فيصل تكفى. ولا الواحد شلون ما يرتاح بهالبيت؟ فيصل ما اقدر انطر دقيقه، ودني المستشفى حق امي تكفى. فيصل خلاص خلاص روحي لبسي عباتك. السلام عليكم. السلام. دقت أروى وقالت إنهم مودين أمها المستشفى. أمي؟ أم مشاري؟ بالمستشفى؟ شلون؟ شنو فيها؟ والله ما ندري. دق على مشاري تشوف أمي شنو فيها. ألو. السلام عليكم مشاري. مشاري امي شنو فيها؟ اي اي وشنو قالوا لك؟ زين اي مستشفى انتو؟ اي والجناح والغرفه؟ اي زين مشاري سامحني على اللي صار اليوم، انت مو زعلان مني؟ سامحني مشاري. انزين مع السلامه، انا بروح حق امي بالمستشفى. ابراهيم اقعد تغدى اول وبعدين نروح لهم، دام فيصل مشاري عندها. شلون اتغدى واكل امي بالمستشفى؟ انزين بس عافيه طمنا عليها اول باول وشوف متى نقدر نزورها. ان شاء الله راح اطمنكم عليها. مع السلامه. الحمد لله على سلامتك امه، الف الحمد لله على السلامه. شلونك الحين؟ ان شاء الله احسن. الله يسلمك يا بعد عمري، انا الحمد لله ما فيني العافيه غدا الشر ان شاء الله. يمه عليكم السلام. يمه ما فيني شيء. بس انت ايش فيك وديتي؟ ايش تراني انا؟ قلت لها خلينا نام شويه ارتاح الا توديني عند امي. يا بكل حلال خلينا ارتاح الا توديني عند امي. كان يمه يما شلونك؟ اخبارك؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله يما انا زينه. يما انت اكيد احسن؟ اي بعد عمري اكيد ما فيني شيء. انا ما فيني العافيه، ما ادري ليش يبوني، كلهم خلي يطلعوني. يا عافيه مشاري تكفى، كلهم خل ترجع معانا البيت. يا يما يا حبيبتي خليهم يكملون الفحوصات ولما نطمن عليك ان شاء الله ذيك الساعه طلعي براحتك. ما ادري شلون بنام بالبيت وانتي مو موجوده. يما حبيبتي لا تبكي، كلها ان شاء الله يوم ولا يومين اكون بالبيت. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تشوفين شر يما؟ الشر ما يجيك يا يما. شلون صحتك امي؟ ان شاء الله زينه. اي يا يما انا بخير الحمد لله، تعبت شويه والحين ان شاء الله احسن. ما تشوفين شر ان شاء الله؟ ما تشوفين شر. الشر ما يجيك. أسأل الله رب العالمين إنه يشفيك شفاء العاجل يا أمه، ويكون بصحة وعافية إن شاء الله يا رب العالمين. يا رب يشفي أمه يا رب، طلعها المستشفى سالمة غانمة يا رب العالمين. يا رب شافيك يا أمه، الله شافيك إن شاء الله يا أمه. مشاري شلونك؟ وشلون البنات؟ بخير، عساك بخير يا إبراهيم. الحمد لله. أختي أروى أخوي فيصل شلونكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الو هلا فتون. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. مع السلامه. هذه فتون متصلتها باغراض وان شاء الله اودي لها لاحقين على اغراضها. يمه روح حق مرتك
روح ود لها اغراض اللي تبيها. يمه حبيبتي لا تضيقين خلقي، انا اليوم قاعد علشانك انت. لا بعد عمري انا ما فيني شيء. روح يا مشاري يا يمه روح. اخوي مشاري خلاص روح، انا قاعد هني مع امي، ما راح اخليها ان شاء الله. خوش انا استاذن، اذا تبون شيء يقعد. ما شوفين شاري يمه. سلام عليكم. مع السلامة. أجر عافية، أجر عافية إن شاء الله. إحنا لازم نروح المستشفى. خلاص إن شاء الله، بس أول شيء نروح نشتري حق عبادي عربانة بعدين نروح لهم. إن شاء الله، بس عبد الله شلون عليه؟ ناخذه ويانا المستشفى ولا شنو؟ أخاف آخذه هناك يسوي لنا إزعاج. خلاص مو مشكلة، خليه مع الخدامة، بس ها ما نبي نطول. لا ما نطول إن شاء الله، أهم شيء نروح نطمن عليهم. إيه بعد ما أقدر أخلي عبادي فترة طويلة وأنا بعيدة عنه. إن شاء الله. يلا مشينا. يلا. يلا. زين ما تبي تبلغينهم تقولين ان احنا تزوجنا ونبي نسافر؟ لا 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 انا عايزه منهم حاجه ولا هم عايزين مني حاجه. اي بس لازم يعرفون، على الاقل عيال ريلك هذيل عيال مرحوم لازم تحطينهم في الصوره. اصلا انا خلاص عايزه اقطع العلاقه نهائيا، عايزه اعيش حياتي بقى. وعلى فكره انا غيرت كل ارقام موبايلاتي، لا انا عايزاهم يتصلوا فيا ولا انا اتصل عليهم. والله ايش اقول لك، على راحتك. شوف المناسب يبقى اسويه. المناسب؟ المناسب ان انا اعيش معاك مرتاحه البال. يلا يلا خلينا نمشي لحسن متاخر على الطياره. يلا يلا توكلنا على الله. يلا متى يجي اليوم اللي نتزوج فيه انا وابراهيم؟ انا مو مستعجله، ادري ابراهيم عنده مسؤوليات اهم، وهو الكبير وشايل البيت على ظهره. مسكين اليوم زعل اخوانه وهو ما يدري. يا رب يا رب يكونون اخوانه رضوا عنه وكل شيء صار زين. الله يعلم ان قلب ابراهيم طيب وهو ما يقصد انه يزعل اخوانه. الله يحفظك يا رب يا رب. صدقي حسيت ان امي وايد مستانسه اليوم علشان كلنا حواليها، وخصوصا عشان انت موجوده. ترى امي وايد تعزك. انا بعد وايد احبها واعزها. الله يقومها بالسلامه يا رب. بعد هم ليله ما قصرت، جت هي ومحمد. ايه بعد لازم تي، هذه خالتها وترى عيب اصلا اذا ما جت. كلكم ما قصرتوا، فيكم الخير والبركه. انزين امك ان شاء الله متى بتطلع؟ ان شاء الله باكر من الصبح بروح المستشفى وبسال الدكتور استفسر منه. ان شاء الله خير. المهم انا ميت من الجوع، ايش رايك تقومين تسوي لنا عشاء؟ ان شاء الله، من هالعين قبل هالعين. تسلم لي هالعين. حبيبتي بس تشبكي، ترى مو زين اللي قاعد تسوينه بنفسك. ابرار انا خايفه وايد على امي. حبيبتي لا تحاتي، قلت لك امي ما فيها الا العافيه ان شاء الله. زين فيصل ليش قطنا البيت؟ المفروض كنا ننام عندها بالمستشفى. ما عليه، باكر ان شاء الله بتطلع من المستشفى وبتنامين بحضنها بعد. ابرار انا خايفه افقد امي. Thank you.
انت للحين هني ما رح؟ رحت الجمعيه يمه، جبت الفواكه هنا، الفواكه زين حق صحه المريض يمه. يا بعد عمري ما تكسر، بس انت ما ارتاح من وقاره هني؟ ما عندي شيء يمه. لا يمه واللي عافيك، مالي خلق اكل كلش. عشان يمه اكلك لحالي بس. بالعافيه يمه. عادي بعدين. بس يمه واللي عافيك، والله مو قادره اكل كلش بس. ما اكلتي واكل زين حق صحه المريض. ما قاعدة تاكلين شيء هنا. تبغاك مو قادرة تاكلين. شفت الكيس هذا اللي مو بالعين؟ بس توصله حق بحصة نسبتك منه 500 دينار. ألا بس من هذه 500 دينار؟ ايوه ايش عبالك انت؟ قاعد توزع اندومي؟ هذا باليوم 500 دينار، بالله اضربها بالشهر، كم بصير عندك؟ بس يا ويسف الصراحة أنا مو مرتاح من الشغلة هذه، أنا شكلي بهون. يا ليش بتهون؟ يبا ليش خايف؟ شاليه أبو حصة قريب من شاليهنا، وبعدين أنا راح أكون موجود وياك. زين ليش مو أنت اللي توديه؟ يا أخي أنت إيش فيك؟ إيش فيك ما تتعلم؟ أنا أبيك أنت اللي تتعلم وأنت اللي راح تستفيد. لان الايام الجايه انا ما راح اكون موجود وياك، انا راح اكون لاهي مع ناس ثانيه اوزع لها، ماني فاضي. انت ايش فيك؟ ترى السالفه شايده مو هينه. انا خلاص راح اهون. صدق والله انك متكفو، صدق ولد فقر، عيل خلك على هالسياره قرنبع وغيرك عايش بالعز. إبراهيم يمه قم روح البيت، انت باكر وراك دوام. لا يمه ما عندي دوام. ما يصير يا يمه، روح البيت ارتاح. مرتاح الحمد لله، مرتاح اني قاعد يمك يمه. ما يصير تقعد هني يمه، هذا جناح حريم واخاف يسوون لك سالفه. يمه انا اخاف اروح وانت تحتاجين شيء بعدين. لا تحاتي، انا بحط راسي وانام، واذا بغيت اي شيء كان ممرضات يمي ما راح يقصروا معي ان شاء الله. انت بس روح بروح ان شاء الله. ان شاء الله اروح ان شاء الله. خلاص يمه، على طول عشان اروح. تليفوني عند راسي، اي شيء يمه تلقى علي ارجع له. ان شاء الله ما تقصر يا بعد عمري، الله يحفظك يا رب. يمه خاف احتاج شيء، تبين شيء؟ لا يمه ما في شيء، روح توكل على الله. هذا اللي كنت أقول عنه خبر، كهو الحين مو راضي يبني.
سامحني يا إبراهيم، سامحني يا يما، أنا وايد غلط بحق. خلي أمي بروحها المستشفى، لازم أرجع لها. لا بس هي قالت ما يصير أقعد لنا جناح حريم، وين صح عيب. أخاف تبي شيء، ما يصير، لازم أكون يمها وأداريها بعد. بس والله شو أسوي، ما يصير أقعد. بس أنا قلت لها إذا أنت تبين شيء دقي علي. باص ما في باصات الحل. أشوف إذا ما لقيت باص أنطر أخذ تاكسي يا مر. هاك امسك يوسف، احنا ما اتفقنا كذي. اروح وياك نشوف الشغل اوكي، بس مو انا اللي امسك الكيس. انت ايش فيك؟ تبي تذبحني؟ الحين اللي انا بفهمه، من اللي بتعلم؟ انا ولا انت؟ انا اللي بتعلم. خلاص هالمره اخذ الكيس وعط الريال عشان اشوفك واتعلم، والمره الجايه انا بشتغل. يا صبر ايوب على بلواه. قاعدك للحين؟ قلت لك عندي امتحان. تدرين ان ابراهيم مو بالبيت؟ ما ادري وينه. شنو؟ وينه يعني؟ ما ادري. دورت بكل مكان بالبيت، حتى بغرفته ما لقيته. غريبة. كل ابراهيم ينام الساعة 10. دقي عليه شوفي. ابراهيم انت وينك؟ من صدقك بالشارع؟ الساعة 3 الفجر؟ أي باص؟ في باص هالحزة؟ زين يلا خذ لك تاكسي ورد البيت بسرعة. مع السلامة. يقول بالشارع. شو يسوي بالشارع هالحزة؟ ما أدري عنه. خليه يرد ونشوف وين كان. جاهز؟ مثل ما فهمتك، مثل ما فهمتك يا فصيل، تروح تعطي الجنطة وتسلم عليه وتقعد وياه كأنك قاعد تسولف، وهو هم بعد نفس الشيء راح يعطيك الفلوس ويسلم عليك. مفهوم؟ مدخورها زين يا ويسف، انزل معاي خليك يمي بس هالمرة. يا ردينا على سوالفك انت جاية. اسمعني فيصل، انا بس هالمرة راح انزل معاك، لكن المرة الجاية راح تسوي كل شيء بروحك. مفهوم ولا لا؟ مفهوم مفهوم، بس خليك يمي. وبعدين هاك اخذ هذا الخط باسم واحد هندي، يعني هم لو كان مراقب عادي. اي زين تسوي، لا تخلي شيء باسمك.
الو، هلا طال عمرك. اي نعم. اي لا لا، احنا وصلنا. لا السيارة قاعدين. شلون؟ انا وياي. لا لا طال عمرك، لا تحاتي، هذا يعجبك شقردي. لا ان شاء الله. لا حاضر حاضر. اوكي. فيصل، مثل ما فهمتك تروح حق الريال وتعطي الجنطة وتسوي روح قاعد تسولف، وهو هم بعد نفس الشيء راح يعطيك الفلوس ويسلم عليك مسوي لنسة شانا قاعد تسولف. مو تخورها؟ لا 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 ما أخورها. يلا مشينا. يلا انزل. تلفون وياك؟ قطيته. والبضاعة؟ قطيته. شو براءة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. صباح الخير يما. صباح الخير يمه. شو اللي جايبك الحزة؟ يمه قعدت صليت الفجر وجيتك على طول. يلا يتقبل حبيبي، بس ما كان له داعي تتعب نفسك وتي يمه. يمه لا تقولين كذي، انا ولدك. دكتور شلون حالة امي؟ شنو فيها؟ ان شاء الله خير عن اذنكم. يما شنو صاير؟ لحظة يما لحظة. دكتور دكتور شلون فحوصات الوالدة؟ حق والدتك؟ ايه امي. اخ انا اسمي ابراهيم. والنعم اخ ابراهيم. نعم فيك دكتور. طمني دكتور، أمي متى تطلع من المستشفى؟ أعتقد أن والدتك قاعدة معنا شوية. ليش دكتور؟ أنت راجل كبير وفاهم. الفحوصات أثبتت أن والدتك عندها سرطان. سرطان؟ دي إرادة ربنا، وانت راجل كبير وعارف. يا اخ ابراهيم الطب تقدم دلوقت وهتتعالج ان شاء الله. سرطان وين بجسمها دكتور؟ سرطان بالرئة. Thank you.
وصلكم وراح؟ يقول عنده شغل شوي يخلصه ويرجع. الحين شغله أهم من أمه صار. إيه لا يما الله يهداك، ماكو شيء أهم منك، أنتي الغالية. إيه يما إن شاء الله ما بيطول. أنتي بعد الدافعين عنه؟ تفضل. إبراهيم يما ليش عيونك حمراء؟ ماكو شيء يما. إبراهيم شعري كلمك قال لك شيء؟ لا ما قال شيء. ليش؟ لا ماكو، بس كذي قاعد أسأل. عن شنو يكلمة؟ مشاري شنو فيه؟ لا يما ماكو شيء، مو قصدها. قولي لي مشاري في شيء؟ لا يما مشاري ما في إلا العافية، في لا تحكي. عيال أكيد فيصل في شيء يا يما. لا لا حتى فيصل ما في شيء يما. زين فيصل نايم بالبيت ولا برا؟ بالبيت. أنتوا أكيد خشين عني شيء. أنتوا تدرون بعد؟ قولوا لي شو اللي خشين علي تحكوا؟ مو خاشين شيء يما. أنت تعرف السالفة بعد؟ أي سالفة بعد؟ شو اللي صاير يا يما قولوا لي. يما مو خاشين عنك شيء، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. والله يا يما ما كنا بنقول لك ونضيق خلقك، تبي روحك تعبانة وبالمستشفى. قولوا لي مشاري ولا فيصل شو اللي صاير فيهم؟ قولوا لي تحكوا. والله 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 يما هم ما فيهم شيء. يما ما فيهم شيء. شلون ما فيهم شيء؟ لا اكيد فيهم شيء، بس انتم تكذبون علي. صدقين احنا ما نكذب عليك، بس فيصل الله. إيش في فيصل؟ ما في شيء يمه، ما في. بس أنت يمه. إيش فيني أنا؟ قولوا لي إيش فيني؟ أي يمه أنت ما فيك إلا العافية. عيال أكيد فيصل في شيء، وأنتوا خاشين عني. يمه البارحة بالليل. بس أنا قالوا لي اليوم الصبح، وأنا أول واحد أي المستشفى اليوم. إيش اللي قالوا لك يا يمه؟ قولوا لي إيش اللي صاير؟ يمه إن شاء الله في علاج إن شاء الله. الطب يتقدم يما. إبراهيم أي طب أنت إيش قاعد تقول؟ شو السالفة؟ ليش أنتم ما تدرون؟ ندري عن شنو؟ إبراهيم إحنا قاعد نتكلم عن فيصل. إيش في فيصل؟ ما أدري عن فيصل شيء. أنت ما تدري شو السالفة؟ إيش في فيصل؟ صاير لحادث؟ لا يما. لا ما صار لحادث ولا شيء. عيا ليش إبراهيم يقول الطب تقدم؟ إيش اللي صاير يا يما تحكوا؟ يما فيصل مسكوا الشرطة والحين بالسجن. ها؟